وثائق سرية تابعة للحكومة الصينية كشفت الحد الذي بلغته في قمع الحريات الدينية لأقلية الإيغور بحجة محاربة التطرف. تدير الصين معسكرات احتجاز قسري في إقليم شينجيانغ، ومنذ أبريل عام 2017 احتجزت السلطات أكثر من 1,000,000 مسلم من أقلية الإيغور بحجة تدريبهم. لكن وثائق سربت عام 2019 وكشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز أثبتت أن السلطات تحتجز الأقليات المسلمة قسراً وتجبرهم على دراسة مناهج تعليمية تتمحور حول مبادئ الحزب الشيوعي الحاكم للبلد. أكدت معلومات جديدة عند تحليل إحدى الوثائق المسربة أن الصين فرضت أنظمة مراقبة على أفراد أقلية الإيغور. الوثائق تشير إلى أن الرقابة امتدت من عام 2017 وحتى 2019. السلطات راقبت المحتجزين في المعسكرات سراً، إضافة إلى 3 أجيال من عائلات المحتجزين، بعضهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. تحليل الوثائق كشف عن أسماء لأكثر من 300 شخص من مقاطعة كاراكاش فرضت عليهم الرقابة على مدى سنوات. سجل المراقبون معلومات عن كل من أطلق لحيته أو تخلى عن شرب الخمر أو حضر جنازة ذات طابع ديني. عيون الجواسيس راقبت أيضا كل من عبر عن نيته زيارة بلد إسلامي أو الحج، حتى من طلب الحصول على جواز سفر. كل من قضى فترة عقوبة في السجن يمكن أن يكون مهدداً بالاحتجاز في ظل الاستبداد الصيني، حتى أولئك الذين خرجوا من السجن بعد عقدين من الزمن. المعلومات التفصيلية حول عائلات الإيغور المعتقلين تضمنت أسماء المواليد بحثاً عن أي دلالات دينية وحفلات الزفاف وحتى عمليات الختان. من يسقط في هذا الامتحان قد يتعرض إلى الحجز التعسفي إن كان حراً، أو إلى تمديد فترة احتجازه إن كان خاضعاً تحت الرقابة في المعسكرات. لا يوجد هناك ضمان في حصول من ينجح بامتحان المراقبة على حريته. الوثائق ذكرت أن من يفرج عنه يتجه إلى مصانع للعمل بالسخرة بأجر قليل، بل ودون مقابل في بعض الأحيان.